السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 3 أيام بس هتتخلص من خادم السحر والشياطين اللي ساكنة في جسمك، فصلي على النبي ودوس لايك وشارك المقطع ده، دوس لايك جزاك الله عز وجل خير. ركز معايا، أبو الدرداء عليه رضوان الله جل وعلا كان في يوم من الأيام موجود في المسجد، فسبحان الله جاء أحد من الصحابة قال له الحق البيت بتاعك بيتحرق زي ما بقول لك كده بالظبط. فقال أبو الدرداء ما كان الله ليفعل ذلك بي وأنا قلت الدعاء. فقال له بيتك بيتحرق، قال له ما كان الله عز وجل لا يفعل ذلك بي وأنا رددت هذا الدعاء. فتعجب الناس اللي موجودين من قول أبي الدرداء، فذهبوا إلى بيت أبي الدرداء فوجدوا أن بيته لم يصبه النار نهائيا، مع أن النار اشتعلت في البيوت المجاورة منه. إيه هو الدعاء ده؟ أنك أنت تقول حسبي الله لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فعايزك أنك أنت تكرر الدعاء ده في الصباح والمساء. ويقول أيضا أبي الدرداء إن من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لم يصاب بضر، كان صادقا في دعائه أو كاذبا. فأنت كشخص بيجدد عليك السحر وأن السحر بيتجدد عليك وعايز تتخلص من السحر، الدعائين دولت عايزك أنك أنت تلتزمهم في الصباح والمساء. أما عن الخطوة الثانية اللي أنت هتمشي عليها يا أخي الكريم، أنك أنت تحافظ على صلاة الفجر في جماعة. فلو صليت الفجر في جماعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فبالتالي الملائكة هتحفظك حتى تمسي. وإذا صليت الفجر في جماعة وإنت داخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان عصم مني ابن آدم سائر يومه. فكل ما عليك أنك أنت تردد كل هذه الأدعية. لما ترددها يا أخي الكريم حتبص تلاقي نفسك في البرنامج العلاجي اللي أنا هذكره لك بتنتصر على الشيطان وبيخرج جميع الأضرار اللي موجودة في جسمك. أما إذا كنت سيدة وبتسمع الكلام ده فركزي معايا، عايزة تتخلصي من السحر عندك أو عند أولادك، تحاول أنك أنت تقرأي الأدعية دي على ماء وتشربيه لأولادك، ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ لك أولادك وزريتك. ولو أنت في مشاكل بينك وبين زوجتك لو قرأت هذه الأدعية وقلت اللهم ألف بيني وبين زوجتي، ربنا سبحانه وتعالى هيألف بينكم. ولو في مشاكل في التجارة أو في الصناعة أو في أي حاجة أنت مقدم عليها ردد هذه الأدعية، لن تعجزك هذه الأدعية أنك أنت ترددها ومش هتاخد منك وقت كتير، لكن لازم يكون عندك حسن ظن ويقين بالله جل وعلا أن الله عز وجل معك وأن الله عز وجل ناصرك. فهذه الأدعية مباركة جدا. أما البرنامج العلاجي اللي هنستخدمه بعد هذه الأدعية، عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما دوستش لايك دوس لايك وشارك المقطع عشان كل أصحابك يستفيدوا منه. أول حاجة يا أخي الكريم، لما يكون الشيطان موجود في جسمك هيظهر عليك بعض العلامات، منها الغثيان، منها الصداع اللي موجود في الرأس، منها التنميل الشديد اللي هيكون موجود في الكعوب عندك، ومنها التنميل اللي هيمسك جسمك كله. وهتبص تلاقي أيضا أن فيه انتفاخ في معدتك لو كان السحر اللي أنت مصاب به مأكول، وهتبص تلاقي فيه آلام أسفل الظهر، وده غالبا بيتواجد عند كتير جدا من الشباب. ولو انت سيدة هتبص تلاقي ان في اختلافات في الدورة الشهرية، ففترة تتزن معاك الدورة وتكون كويسة، وفترة تانية تنقطع الدورة نهائيا، وفترة اخرى ان هي بيكون تقديرها عندك 3 أيام تجيلك 7 أيام، ثم بعد ذلك تبص تلاقيها غير منتظمة، في نفور من الزوج عندك شديد قوي، ما انتش متقبلة الزوج نهائيا. طب لو الزوج غاب عنك وخرج برا البيت تبص تلاقي ان في اشتياق عندك وعايزة انك انت تقعدي مع زوجك، لكن مجرد ما يكون موجود معاكي ما تكونيش مرتاحة معاه خالص، وده بيتواجد عند اشخاص كتير جدا مننا. اما من ضمن برضو العلامات عشان برضو تكون مركز معايا، ان البعض يعني سبحان الله يشعر انه مش متقبل اي كلمه من الاشخاص الاخرين، وفي بعض الشباب في بدايه اصابتهم بيكون عندهم حزن شديد قوي، يعني بمعنى عايز يقعد في مكان لوحده ويفضل في المكان ده يبكي لحد ما يوقف بكاء ولحد ما البكاء حتى ييأس منه، ويظل يبكي ويبكي عشان تعرف ايه سبب بكاء، ويقول لك انا ما اعرفش، انا بس جوايا شعور داخلي بيخليني ابكي وانا مش عارف ايه اللي بيخليني ابكي اساسا. والاحلام بقى تشوف ان في مطاردات ليك والمطاردات دي شديده، ان ده بيطردك وده بيطردك وفي حد عايز يأذيك، وتفضل في المطارده ديت ما حيت
ما تقدرش انك انت تخرج من هذه المطاردات نهائيا. دي طبعا علامات بيصاب بها الانسان اللي عنده مس او اللي عنده سحر. فلو انت سيدة عايزك انك انت تقصي اظافرك لان اكيد اظافرك طويلة، ولو انت شاب عايزك انك انت تلتزم بالصلوات المفروضة في اوقاتها. طيب ازاي بقى ان انا اتخلص من السحر اللي موجود في جسمي، او ان انا احضر خادم السحر او احضر الشيطان اللي موجود في جسمي وادمر هذا السحر نهائيا بدون ان في راقي يرجيني او ان في حد يقرأ عليا، وان انا انتصر بنفسي على جميع الشياطين وعلى جميع الابالسة. كل ما عليك يا اخي الكريم انك انت لازم تتصف بصفات المؤمنين، وصفات المؤمنين معروفة اقولها لك في ايجاز. بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قال ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. صليت على النبي، دوس بقى لايك وركز معايا. الامر الثاني ان هم بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى كتير. والأمر الثالث إن هم بيحافظوا على الصلوات المفروضة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأمر الثالث إن هم بيلقوا السلام على من يرونهم. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وكل الصفات دي إذا اجتمعت فيك هتبقى صفة واحدة، إنك أنت لما تيجي تاكل تسمي الله وتخلص أكل تحمد الله. في واحد هيقول لي طب ليه كده؟ هقول لك لأن تسمية الله بتجعل في الأكل البركة، في الطعام البركة، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك لك وبيزيدك من النعم ويكرمك بكرامات عديدة جدا لا تعد ولا تحصى. هتبقى بقى البرنامج العلاجي عايزك تركز معايا فيه. هتقرأ سورة الأنفال على حلة مية، وبعد ما تقرأ سورة الأنفال هتقرأ المعارج وهتقرأ الذاريات وهتقرأ قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بأمر الله الواحد الأحد يحضر كل من يسكن في جسدي من خادم سحر، من شيطان، من مال، يحضر بأمر الله صاغر. لو في بعض الحالات بتتغيب تماما أثناء الرقية، أنا مش عايزك تسمح للشيطان أن يغيبك نهائيا. ليه؟ لأن هاب أن في اثنين سايقين عربية في طريق، فأنت سايق العربية في واحد بياخد منك الدروكسيون، هتعمل حادثة أكسنت زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية. لا، ما تسمحش للشيطان أن هو يمتلك الدروكسيون منك. أنت القائد، يعني أنت اللي بتسير المركبة، لأنك لو تركت فرصة للشيطان هتهزم. فبمعنى أصح ما تخليش الشيطان يسيطر على جسمك نهائيا. ثم بعد ذلك هتقرأ قوله تعالى وفجرنا فيها من العيون. لو فيك خادم سحر أو شيطان عين هيفجر تماما. ليه؟ لأن بيساعد العين إن هي تصيبك. فكل ما تكرر هذه المسائل كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك عاجلا غير آجل. ثم بعد ذلك تقرأ قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، اللهم دمر كل سحر في جسدي، اللهم فتت كل سحر في جسدي. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين توبة لله جل وعلا، والتزم بالصلوات المفروضة في أوقاتها، وامشي على البرنامج العلاجي اللي أنا قلت لك عليه ده لمدة 5 أيام، يشفيك الله جل وعلا وينصرك الله عز وجل على أعدائك، وتصبح من الفائزين في الدنيا والآخرة. ده أفضل برنامج علاجي تقدر أنك أنت تمشي عليه. والبرنامج ده ما فيش حد حيمشي عليه إلا وربنا سبحانه وتعالى هيجعله فتوحات كثيرة قوي. فشارك المقطع ده لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم، ودوس في التعليقات إيه اللي أنت بتعاني منه وإيه اللي أنت بتشتكي منه، وإن شاء الرحمن نلقى له حل. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.